بالرغم من المسالك الصعبة المؤدية إلى قرية مصمود بغليزان، إلا أن هذا لم يمنع من إيصال الوسائل الوقائية لفائدة تلاميذ مناطق الظل حرصا على سلامتهم من الوباء. أولا نشكركم على هذه المبادرة اللي درتها الكشافة الإسلامية الجزائرية والتي تمثلت في توزيع الكمامات والمعقمات والمناديل على التلاميذ. وحنا المحافظة الولائية دائما في إطار الجهود الرامية لتحقيق يعني الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، وخاصة مع الموجة الثانية التي ضربت البلاد، يعني رانا قمنا بالتوجه لأطفال المدارس من أجل وقاية وسلامتهم من أجل دخول سليم. يعني خاصة احنا ركزنا في المشروع تاعنا على مناطق الظل. جونا لبابات المحقمات نشرهم على معروف من الوقاية من فيروس كورونا. الكشافة جابونا الكمامات، لازم توضعوا الكمامات تاعكم. علاش؟ باش تحموا روحكم من فيروس كورونا. الحملة التضامنية تخللها الجانب التحسيسي من أجل توعية التلاميذ بمدى خطورة الفيروس. تدخل في إطار الحملة التحسيسية والحملة الوقائية من انتشار وباء كوفيد كورونا. هذه العملية تمثلت في تقسيم مجموعة من الأقنعة الوقائية وكذلك منظفات اليد على مستوى مدارس متعددة على مستوى مناطق الظل. العملية اليوم تمت على مستوى منطقة مصمود. وفي ذات السياق تم توزيع أقنعة واقية على المواطنين وتحسيسهم بضرورة ارتدائها.